بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم في الفصل او تشابتر 9 من ماده الاي تي 244. الحقيقه ان الفصل ده الترم دوت هم عايزين منكم 27 سلايدز فقط لا غير. اوكي، انا ملخص ال 27 سلايدز دولت في ورقتين بس، تمام؟ يعني الورقتين دول من الاخر تذاكروهم، هم ال 27 سلايد. في اجزاء جايبها في صوره ديفينيشنز، وفي اجزاء جايبها في صوره اسئله. يعني مثلا ممكن يجي يقول لك وات از ابلكيشن بروجرامز اند يوزر انترفيس، تمام؟ وبصراحه التشابتر 9 ده يعتبر انترودكشن لماده الاي تي 230 اللي ان شاء الله هناخدها الترم اللي جاي، تمام؟ فاذا في اجزاء كتيره فيه انا طبعا شلتها. يعني مثلا في اكواد، هو مش هيسالكم على اكواد، تمام؟ لان دي ليها ماده خاصه بيها، تمام؟ لكن احنا هنا في ماده الداتابيز، فما اعتقدش او مستحيل ان هو يجيب لكم كود جافا سكريبت او يجيب لكم كود اتش تي ام ال او كود سيرفلت او وات ايفر، تمام؟ اقصى حاجه هيجيبها لك سؤال نظري، تمام؟ او سؤال في الاختيارات. فبناء عليه يفضل ان انتوا تحفظوا الورقتين دولت حفظ، يعني ممكن تضمنوا بيه مثلا في حدود 10 درجات او حاجه في الامتحان ان شاء الله. هنا بيقول لك what is application programs and user interface، تمام؟ طيب انا دلوقتي لو جيت اتخيل الويب ابلكيشن بتاعنا بتاع موسى اكاديمي مثلا، تمام؟ لو احنا بصينا كده على موسى اكاديمي ده هنلاقيه عباره عن ايه؟ هنلاقيه عباره عن الجزئيه اللي هي قدامكم، خلاص، اللي هي بنقول عليها فرونت اند، تمام؟ او بيطلق عليها جرافيكال يوزر انترفيس، تمام؟ اللي هو الجزء الحلو اللي هو فيه زرار ومنسق، وتدوس على زرار يحصل كذا، تدخل اليوزر نيم بتاعك وتدخل الباسورد بتاعك، الكلام ده كله يعني، تمام؟ فالجزء الجميل ده وراه حاجات مهولة. يعني مثلا لما حضرتك بتدخل اليوزر نيم بتاعك وبتدخل الباسورد وبعد كده بتدوس لوجن، ايه بقى اللي بيحصل لما بتدوس لوجن؟ اللي بيحصل ان انت اول ما بتدوس لوجن، تمام، بيبقى فيه كود معين ورا زرار اللوجن ده بيروح للسيرفر، تمام؟ بيروح لفين؟ للسيرفر. المفروض ان السيرفر بينفذ الكود ده عنده هو في الجهاز البعيد. يعني احنا كده نرجع شويه هنتخيل ان انا عندي جهاز بتاعي انا ككلاينت، خلاص، والمفروض ان الويب ابلكيشن بتاع موسى اكاديمي ده موجود على جهاز كمبيوتر تاني في كندا. طب هما ليه عاملين الموضوع دوت؟ طبعا عاملين الموضوع ده في الاساس علشان الايه؟ السكيورتي. تخيلوا كده يا جماعه ان انا اقدر اوصل للكود بتاع جوجل، ايه اللي هيحصل؟ ها خلاص بقى كل الناس يقدروا يعملوا ويب سايت زي جوجل، صح كده؟ فبالتالي المفروض الكود ده يبقى في مكان بعيد تماما عن المكان اللي فيه الكلاينت. فاذا الجزئيه ديت لو قال لك what is application programs and user interfaces، الابلكيشن بروجرام acts as intermediary between users and the database. يبقى اذا انا عايزكم كده تتخيلوا ان انتوا داخلين دلوقتي على موسى اكاديمي، خلاص، بتحطوا اليوزر نيم والباسورد. طبعا المفروض ان دي داتا موجوده في داتابيز، خلاص. فاذا بقى انا عندي دلوقتي داتابيز وعندي يوزر انترفيس. مين بقى اللي هياخد داتا من اليوزر انترفيس ويروح يرميها في الداتابيز؟ اللي هو مين؟ الابلكيشن بروجرام، خلاص. وبعد كده اتكلمنا كمان على الفرونت اند اللي هي اليوزر انترفيس فورمز. ممكن هنا يجيب لك بقى سؤال يقول لك the user interface forms is front end back end front مش عارف ايه، هي طبعا اسمها front end، خلاص كده. طيب هنا بيقول لك what is the benefits of web interface، ايه بقى المميزات بتاعت الويب interface؟ طبعا اول حاجة بتenable large numbers of users to access database from anywhere. موسى اكاديمي مثلا، تمام، انا عندي طلبة موجودين مثلا في مصر،
عندي طلبة في السعودية، عندي طلبة في الكويت، عندي طلبة في الأردن، كل دول بيقدروا ان هم يستخدموا اليوزر انترفيس البسيطة خالص اللي انتوا شايفينها دي. Avoid the need for downloading and installing specialized code while providing a good graphical user interface. يا ترى يا جماعة انتوا قبل ما بتستخدموا موقع، الموقع بتاع المؤسسة، يا ترى بقول لكم نزلوا برامج عندكم في الجهاز؟ ها؟ لا طبعا. فبالتالي انا كده بخليكم تعملوا ايه؟ تأفويدوا النيد بتاعتكم ان انتوا تعملوا داونلود او انستول. خلاص، لا انتوا عايزين توصلوا لموسى اكاديمي، هوب تخشوا www.musaacademy.com، خلاص تحطوا اليوزر نيم والباسورد، هوب طلع لكم الايه؟ الموقع. جافا سكريبت، فلاش اند اذر سكريبتنج لانجويجز ران ان براوزر but are downloaded transparently. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المفروض ان الموقع بتاعنا ده بيبقى مكون من عدة لغات، زي ال HTML، زي الجافا سكريبت، زي CSS، زمان الفلاش، تمام. الحاجات دي كلها بتنزل بيتعمل لها installation او بيتعمل لها download transparently. يعني ايه؟ يعني بطريقة بشفافية من غير ما اليوزر يحس. كلام ده زي ايه بقى؟ زي البانك، زي الايرلاين اند رينت الكار، زي الفيسبوك يا جماعة، زي تويتر، زي اي ويب ابليكيشن موجود عندنا. يبقى لو قال لك ايه البنفيتس بتاعت الويب انترفيس، تمام، فهتفتكروا الموقع بتاعنا، تمام، وهتفتكروا الحدوتة اللي انا حكيتها دي، ان انا عندي اكتر من حد يقدر يوصل، وكمان مش بخليكم تعملوا داونلود، ولغات البرمجة المستخدمة في الموقع بتنزل ايه؟ transparently. بس كده كلام سهل كله وبسيط ومفوش اي حاجة. What is the www stands for? Explain. طيب احنا متعودين ان احنا طول لما نيجي ندخل على اي موقع بنكتب www dot مثلا musaacademy.com، www.google.com. ايه هي www ديت؟ www بترفيرز تو وورلد وايد ويب، وده كان سؤال على فكره من اسئله الاختيارات اللي جت في سنه من السنين. The web is a distributed information system based on hypertext. المفروض يا جماعه الويب ده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه معلومات، خلاص، بيتم الوصول اليها بطريقه معينه، تمام. Most web documents are hypertext documents formatted via the hypertext markup language اللي هي HTML. طيب انا عايزكم دلوقتي تدخلوا على اي موقع في الدنيا. انا دخلت مثلا على الموقع دوت، اوكي، هتعملوا رايت كليك عليه وتقولوا view page source. هتبصوا كده هتلاقي اول حاجه HTML، تمام. مين ال HTML ديت؟ دي يا جماعة لغة ان شاء الله هندرسها في IT 230 بالكامل، تمام. اللغة ديت هي الاساس بتاع الويب سايت او الويب ابليكيشن، اسمها هايبر تكست مارك اب لانجوج. خلي بالنا من المصطلحات علشان بتيجي في الاسئلة، تمام. فموست ويب دوكيمنتس ار هايبر تكست دوكيمنتس فورماتد فيا ذا ايه؟ ذا هايبر تكست مارك اب لانجوج، وان شاء الله دي هنعرفها بالتفصيل في وقتها. HTML documents contains، هيا بقى يا ترى HTML documents ديت فيها ايه؟ فيها text along with font specifications and other formatting instructions، تمام. فيها نصوص، فيها hypertext links. ايه الhypertext links يا جماعة؟ اهو انا لو بصيت هنا كده، تمام، هلاقي ان انا عندي hypertext link. بص شايفين كده المنتجات، لما اجي ادوس على المنتجات التعليمية ده يعتبر بالنسبة لي لينك بيوديني في مكان تاني، فده بيطلق عليه هايبر تكست لينكس. وفي كمان فورمز، شايفين كده يا جماعة الشاشة بتاعة اللوجن ديت او الشاشة بتاعة الريجستريشن اهي ديت كده، دي بيطلق عليها ايه؟ بيطلق عليها فورم. يبقى اذن اي HTML document فيها كلام، وفيها hypertext links، وفيها كمان forms، وفيها طبعا بقى images، وفيها حاجات تانية كتيرة هنتعلمها في وقتها. طيب لغاية دلوقتي احنا اتكلمنا على الويب سايت وعرفنا
ميزه الويب سايت او الويب انترفيس. وبعد كده ابتدينا نتكلم احنا اما بنيجي نكتب او بنيجي ندخل على الويب سايت بتاعنا دوت بنكتب ايه؟ بنكتب www. تمام، عرفنا ايه هي ال www. تمام، دلوقتي هناخد بقى الباقي اللي هو ايه؟ .musaacademy.com. تمام، شايفين انتوا www.musaacademy.com ده اسمه URL، اسمه URL او Uniform Resources Locators. Uniform Resources Locators. الحقيقة يا جماعة ان المفروض ان musaacademy.com ديت خلاص الانترنت مش هيشوفها musaacademy.com، امال هيشوفها ايه؟ المفروض يشوفها IP، لان كل حاجة بتستخدم على الانترنت ليها رقم، زي ما اتعلمنا بقى في الداتابيز ان كل حاجة بيبقى ليها الاي دي بتاعها. تمام؟ اتفقنا؟ فاذا برضو نفس القصة، اي موقع على الانترنت ليه رقم. طب تخيلوا كده يا جماعة، تخيلوا ان انا دلوقتي قلت لكم ايه؟ عايزين بقى تخشوا على موقعي اكتبوا 69.35.400.800.920. كده اسهل ولا اقول لكم لو عايزين تخشوا على موقعي اكتبوا musaacademy.com؟ ها مين الاسهل؟ اكيد طبعا musaacademy.com هي الاسهل. فmusaacademy.com دي اصبحت حاجه اسمها URL او Uniform Resources Locators. بيقول لك هنا in the web functionality of pointers is provided by Uniform Resource Locators او URL. URL example كل ده كده. تمام، بيقولك هنا اول جزئيه اللي هي ال HTTP، ودي من الحاجات اللي احنا هندرسها بالتفصيل في ال IT 230. تمام، بيقولك the first part indicates how the document is to be accessed. ال HTTP تمام hypertext transfer protocol، لان احنا عندنا بروتوكولز كتيره جدا لنقل الملفات. خلاص كده، فاذا ال HTTP ديت دي اختصار لهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. نخلي بالنا من الحاجات ديت، يبقى اذا انا كده وسيله نقل الملفات بتاعتي عن طريق الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. ذا سكند بارت جيفز ذا يونيك نيم اوف ا ماشين اون ذا انترنت. السكند بارت ده اللي هو مين؟ اللي هو الحته دي كلها. خلاص كده، ده بيدل على ايه؟ على مكان الجهاز اللي فيه الموقع بتاعي. يبقى www. هنا مثلا acm.org دي هتوديني على طول على الجهاز اللي فيه الكلام ده. The rest of the URL identifies the document within the machine. انا كده وصلت للماشين او وصلت للجهاز، طب انت عايز بقى انهي حته في الجهاز؟ تمام كده؟ بعد كده انا بيقول لك the local identification can be the path name of a file on the machine or an identifier path name of a programs plus argument to be passed to the program. تمام، يعني بيقول لك والله ان الباقي ده ممكن يبقى path، تمام، ممكن يبقى اسم ملف، ممكن يبقى اي حاجة مش فرق. زي هنا مثلا كده google.com، بعد كده ايه له search، بعد كده العلامة ديت. طبعا الكلام ده برضو هندرسه بالتفصيل وهنعرف ايه الكويري string ده بس في وقته. بعد كده بقى هيبتدي يشرح لك مكونات الويب سايت. ايه هو ال HTML؟ ايه هي الويب سيرفرز؟ SGI ال HTTP؟ ايه هي السيشنز الكوكيز؟ ايه هو السيرفرز؟ ايه هي الجافا سيرفر بيج؟ وايه هي ال PHP؟ وايه هي الجافا سكريبت؟ وكده يبقى خلاص احنا خلصنا. تمام؟ طب ال HTML اتكلمنا عليها خلاص بقى. ال HTML provides formatting, hypertext link and image display features including table, style sheet الى اخره. يبقى اذا ال HTML ديت فيها كل حاجة، التنسيقات، اللينكات، الصور، الحاجات ديت. وال HTML also provide input features. تمام، زي الفورم بتاع اللوجن مثلا ده يعتبر input features، انتوا بتدخلوا بيانات. تمام، بعد كده دخل على الويب سيرفرز. بيقول لك هنا ان الويب سيرفر can easily serve as a front end to a variety of information services. تمام، طيب
انا هحاول ان انا ابسط لكم موضوع الويب سيرفر. الويب سيرفر يا جماعه ده يعتبر بالنسبه لي السيرفر تمام اللي هيبقى عليه الموقع بتاعي تمام. فالويب سيرفر كان easily serve as a front end to a variety of information services تمام. The document name in URL may be identify an executable program. يعني لو احنا طلعنا هنا كده خلاص نفترض ان في الـ URL بتاعي هنا كده الجزئية دي تعتبر executable program. يعني انا بقول له مثلا www.musaacademy.com/ وبعد كده مثلا it244.exe. طب لما انا اكتب حاجة شبه كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الفايل ده هيشتغل في السيرفر تمام، والمفروض ان هو يرجع لي انا ككلاينت ها html document. يبقى انا ككلاينت يا جماعة لازم يرجع لي ايه في الاخر؟ لازم في الاخر خالص يرجع لي html document تمام. يبقى هنا the document name in URL may identify an executable program that when run generates an أو a HTML document. When an HTTP server receives a request for such a document, it executes the program and send back, بصوا بيرجع a HTML document that is generated. عندنا حاجة اسمها CGI أو Common Gateway Interface. ديت Standard Interface between Web and Application Server. يبقى الـ Standard Interface اللي ما بين الويب والـ Application Server اسمها CGI. دي حفظ. بعد كده الـ HTTP اتكلمنا عليها فوق، برضو نخلي بالنا منها عشان هي حفظ. بعد كده بيتكلم على حاجتين في غاية الأهمية أنا هشرحها لكم تمام، وحاولوا أن أنتوا تفهموها كويس، ركزوا معي. أنا دلوقتي جيت هنا تمام وحطيت اليوزر نيم بتاعي والباسورد وقلت له دخول، وداني على الصفحة بتاعتي. ركزوا معايا بقى في الكلام دوت، ركزوا معايا في الكلام دوت. طيب انا دلوقتي وصلت لهنا خلاص. اللي حصل دلوقتي ان الموقع بتاعنا اللي هو الموقع ده اللي انا فيه دلوقتي عمل لي ايه؟ فتح لي سيشن. يعني انا دلوقتي في الوقت الحالي في سيشن. عن طريق السيشن دي اقدر بقى ان انا استخدم الحساب بتاعي انا بتاع ممدوح. يعني لو رحت منتجاتي دلوقتي مثلا هيفتح لي ايه؟ هيفتح لي كل المنتجات بتاعة ممدوح في السيشن بتاعتي انا. فالسيشن دي يا جماعة هو الوقت اللي انت هتدخله على الموقع باليوزر نيم والباسورد بتاعك تمام؟ طيب في حاجة تانية بقى اسمها كوكي خلاص. الكوكي ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملف بيرمي مين؟ بيرمي الموقع تمام. هعمل دلوقتي عملت انا ساين اوت وخرجت تمام، هتلاقوا كده في زرار اسمه تذكرني. طب انت دلوقتي قلت للبراوزر يا براوزر تذكرني، هو هيتذكر ايه؟ المفروض يتذكر البراوزر ان musaacademy.com لما ادخله تمام اليوزر نيم بتاعه كذا والباسورد بتاعه كذا، فيدخلني على طول. طب هو هيتذكر الكلام ده فين؟ بيتذكره في فايل صغير، فايل بيبقى فيه المعلومات دي تمام. والفايل ده على فكرة ممكن يتحط بوقت معين ويتشال بوقت معين، والكلام ده برضو كله هندرسه بالتفصيل وبالأكواد في IT 230 خلاص. فاذا السيشن دي يا جماعه دي مش فايل بيترمى على جهاز العميل، لا دي حاجه وقتيه وبتخلص بعد فتره. مش انتوا ساعات بتبقوا على الموقع والموقع بيطلعكم مره واحده، او ساعات بتبقوا على موقع الرقحي مثلا بنك الرقحي ومره واحده يقول لك ان السيشن خلصت، فاذا ده بيكون من غير ملف. ولكن الكوكي لا، ده الموقع بيرمي ملف وبيبقى فيه شويه معلومات، زي مثلا
نفترض ان انت دخلت على اعلان معين، نفترض ان انت دخلت على اعلان معين وليكن اعلان كمبيوترزم مثلا، خلاص مش انت بعد كده بتلاقي ان الفيسبوك بيعرض لك اعلانات كمبيوترز كتيره جدا، تيجي تدخل على تويتر تلاقيه برضو بيعرض لك اعلانات كمبيوترز كتيره جدا، تيجي تدخل على الموقع بتاعي تلاقيه بيعرض لك اعلانات كمبيوترز كتيره جدا. اسف، هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البراوزر سجل وعمل ملف كوكي كده ان انت انترستد قوي في موضوع الكمبيوترز، فخلاص بقى المواقع لما تيجي تفتح الفيسبوك فالفيسبوك هيقرا ملف الكوكي ده، هيعرف ان انت انترستنج في الكمبيوترز، فهيبتدي يعرض اعلانات الايه الكمبيوترز دي. تمام. طبعا هنا السيشن بيقول لك ان ال HTTP بروتوكول از a connectionless, that is once the server replies to a request the server closes the connection with the client and forgets all about the request. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دخلت musaacademy.com وعملت اليوزر نيم والباسورد، المفروض طبعا ان في عمليه كونكت على الداتابيز، تمام. طب يا ترى بقى عمليه الكونكشن دي هتفضل محفوظه؟ قال لك لا، ده انت مجرد ما بتدخل جوه، خلاص دخلت جوه الموقع اوتوماتيكلي الكلام دوت بيروح على طول، عشان كده دي اسمها كونكشنلس، الكلام ده بيختفي على طول. طبعا الكلام ده عشان السكيور، خلاص كده. امال ايه اللي بيتبقى سيشن بقى؟ السيشن اللي انت دي حسابي ودي حياتي ودي دنيتي، ده حساب الفيسبوك بتاعي الى اخره، تمام. طبعا هنا بيقول لك ان كونتراست يونكس لوجنز اند جي دي بي سي، دي حاجات قديمه يا جماعه بقى، دي حاجات قديمه. الكونكشنز بتبقى ستاي كونكتد انتل ذا كلاينت ايه ديسكونكتس، خلاص دي الانظمه القديمه، ودي طبعا بيبقى سكيور فيها قليل، تمام. بس انا مش عايزكم تعرفوا حاجه غير كده هنا، تمام. يعني مش شايف بصراحه حاجه مهمين. الكوكي بقى is a small piece of text containing identifying information، بس كده هو ده اللي عايزكم تعرفوه، ان الكوكي دي small piece of text، خلاص حته كده، حته ملف صغير كده فيه شويه معلومات، خلاص ده بيحصل له sent by server to browser sent on first interactions to identify session sent by browser to the server that created the cookie on further a interactions. تمام. يبقى اذا يا جماعه الكوكي ديت بيتم ارسالها عن طريق مين؟ عن طريق السيرفر، تمام. وهنا بيقول لك ان الكوكي can be stored permanently or for a limited time، ممكن الكوكي ده بيتم حفظها على طول او for a limited time. ايه السيرفلت بقى ديت؟ عندنا حاجه اسمها سيرفلت وحاجه اسمها جي اس بي. طب الجي اس بي يا جماعه دي عباره عن كود جافا، خلاص، ولكن بيتم عرضه عن طريق الويب ابلكيشن او عن طريق الويب سايت. يعني من الاخر كود جافا جوه اتش تي ام ال، فالجي اس بي از كومبايلد انتو جافا بلس سيرفلتس، والجي اس بي الاوز نيو تاجز تو بي ديفايند ان تاج لايبرز. ايه التاج ده؟ التاج ده لو انا جيت عملت رايت كليك كده وقلت له فيو بيج سورس، شايفين كده اتش تي ام ال ديت، تمام، ده يعتبر بالنسبه لي تاج، كل الحته دي كده تاج، خلاص. فعندنا تاج الاتش تي ام ال، تاج الهيد، تاج الميتا، تاج اللينك الى اخره، تمام. فاذا كود الجافا او الجافا سيرفر بيجز او الجي اس بي دي يا جماعه عباره عن كود جافا، تمام، ليه كده التاجز بتاعته علشان اقدر ان انا اشغل جافا على ويب سايت. طبعا دي يا جماعه بتبقى السكيور بتاعها عالي جدا 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 جدا، ما تقلقوش ان الجي اس بي هناخدها برضو في اي تي 230. سيرفلت، جافا سيرفلت سبيسيفيكيشن ديفاينز ان اي بي اي application programming interface، تمام، for communication between the web application server and application program running in the server. طيب يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني ساعات حضرتك بتحتاج تعمل ايه؟
تعمل ويب ابلكيشن خلاص، وتعمل له اندرويد ابلكيشن، وتعمل له اي او اس ابلكيشن، يعني برنامج بيشتغل على الايفون، برنامج بيشتغل مثلا على سامسونج. طيب هو كده بقى مطالب من حضرتك ان كل حاجة من الثلاث حاجات دول تروح تعملها اكواد خاصة؟ قال لك لا، اعمل حاجة اسمها ويب سيرفيس. تعمل حاجة اسمها ايه معلش؟ ويب سيرفيس. حط فيها اكوادك كلها، حط فيها اكوادك كلها. هتروح بقى تعمل ويب ابليكيشن، نادي على الويب سيرفيس ديت. هتروح تعمل اندرويد ابليكيشن، نادي على الويب سيرفيس دي. هتروح تعمل اي او اس ابليكيشن، روح نادي على الويب سيرفيس دي. يبقى انت تعبت كم مره؟ تعبت مره واحده بس. يبقى جافا سيرفيس سبيسيفيكيشن بتديفاين ان اي بي اي، ابلكيشن بروجرامينج انترفيس. يا جماعه يقصد هنا بالانترفيس مش الشكل، لا الانترفيس دوت اللي هي الميثودز الكلاسز الاكواد البرمجيه فور كوميونيكيشن بتوين ذا ويب ابلكيشن سيرفر اند ذا ابلكيشن بروجرام رانينج ان ذا سيرفر. تمام؟ Example, methods to get parameters value from waveforms and to send HTML text back to client. خلاص يبقى عندنا methods علشان تاخد parameter من الفورمس من الwaveform وبترجعها لي في صورة HTML text. تمام؟ Application program also called servlet is loaded into the server each request. تمام؟ بيعمل ايه؟ بيعمل new thread in the server. خلاص؟ يعني الحتة دي تقيلة شوية ما بلاش منها. تمام؟ طيب اتكلمنا كمان على الجافا سيرفر بيجز، وبعد كده في الاخر خالص بيتكلم على البي اتش بي والجافا سكريبت. الفيسبوك معمول بالبي اتش بي، والبي اتش بي على فكرة فعلا widely used for web server scripting. تمام؟ وفيها extensive libraries including for database access using ODBC. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال PHP يا جماعة فعلا لو واحد بيعمل web application خلاص فيفضل ان هو يستخدم ال PHP لانه هيلاقي لها support كتير جدا، وهيلاقي لها يعني دروس كتيرة جدا عكس ال ASP.NET بتاعت مايكروسوفت. مع ان طبعا دلوقتي الوضع يتغير، وانا شايف ان الاي اس بي دوت نت افضل بكتير قوي من البي اتش بي. لا يخلو اي موقع من الجافا سكريبت. جافا سكريبت تعتبر هي الاساس. جافا سكريبت دي يا جماعه اهو، دي كده جافا سكريبت، تعالوا كده بصوا شايفين، اما بدوس تسجيل دخول هوب ايه اللي حصل؟ نزل لي بتاع كده من فوق، هدوس تاني هنا هوب طلعها لي تاني. دي جافا سكريبت باختصار يعني. تمام كده؟ فهي مجموعه اكواد علشان تحركوا حاجه، علشان تنقلوا حاجه مكان حاجه، عشان ما تدوسوا على زرار يحصل حاجه. وهي لغه برمجه، هي جافا بالظبط، هي جافا، بس الاكواد بتاعتها مش بيتم تحويلها لزيرو واحد زي جافا. تمام؟ ولكن يتم قراءتها، وده هنتكلم فيه باستفاضه في الاي تي 230. بالاخر كده الدرس ده يا جماعه دعايه لمنتج الاي تي 230. تمام؟ بصراحه يعني، لان بصراحه كل الحاجات دي يعني كل حته من دي، لا دي عايزه كلام كتير قوي وعايزه حواديت كتير قوي. فاعتقادي ان الجزء ده اخره ان هو يجيبه لك في الاختيارات. جافا سكريبت very widely used forms spaces of new generation of web application called Web 2 applications offering rich user interface. تمام؟ بصوا بقى جافا سكريبت functions كان ايه؟ check input for validity. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هنا ما كتبتش حاجة خلاص، وجيت ادوس تسجيل دخول، ايه اللي حصل؟ طلع لي نجمة هنا وبيقول لي اسم المستخدم مطلوب. شايفين دي؟ جافا سكريبت. modify the displayed web page by altering the underlying document object model. تمام؟ tree transport، انا تعبت معلش، tree representation of the displayed html text. تمام؟ في عندنا حاجه في الاي تي 230 هناخدها اسمها دوم، اختصار لدوكيمنت اوبجكت موديل. هنعرف عن طريقها ازاي نعمل مثلا tree، ازاي نعمل menu، حاجات زي كده هنتعلمها ان شاء الله.
تمام. اخيرا عندنا كمان حاجة اسمها اجاكس تكنولوجي. تمام. الاجاكس تكنولوجي اختصارا لأسينكرونس جافا سكريبت اند اكس ام ال. والاكس ام ال دي اختصار لحاجة اسمها اكستنسبل مارك اب لانجوج. فبقى الاختصار ها Asynchronous JavaScript and Extensible Markup Language في كلمة Ajax. ايه وظيفة الAjax؟ تعالوا كده نتفرج ونشوف ايه اللي هيحصل. ركزوا معي. مثلا في الصفحة بتاعتي ديت. تمام. مثلا في الفيسبوك. تمام. حضرتك لما تيجي تدوس على على دي مثلا. تمام. لو تلاحظوا كده ان هو بيعرض لك على طول النوتيفيكيشنز من غير ما الصفحة بتاعتك بيتعمل لها ايه ريفرش. لو انت مثلا دوست على المسجز. تمام. فنفس القصة برضو المسجز بتجيلك من غير ما الصفحة تعمل ريفرش. هو ده الاجاكس. الاجاكس وظيفته باختصار تمام ان هو يحافظ لك على الصفحة ثابتة. يعني من الاخر الصفحة ما تروحش وترجع. لان الصفحة دي تروح وترجع دي كده بتضايق اليوزر. تخيلوا انتوا جماعة كده على الفيسبوك عملتوا لايك يتعمل ريفريش. عملتوا مثلا اي رياكشن يتعمل ريفريش للصفحة كلها. خلاص. تخيلوا بقى كده النيوز فيد تيجي من الاول كلها. تمام. عملتوا كومنت يجي من الاول كلها. فطبعا دي قصه كبيره جدا مش لطيفه يعني. فده معنى الايه الاجاكس تكنولوجي. يعني انا حاسس بصراحه ان الموضوع سهل وتقدروا ان شاء الله تحفظوه. واشوفكم على خير ان شاء الله في دروس جديده وفي مواد جديده وربنا يوفقكم يا رب.